مساء الخير، مرحب بحضراتكم معانا في الحياة اليوم. الحقيقة وإحنا بنبتدي الحلقة بيبقى الواحد بيفكر كتير في الكلمات اللي يختارها علشان يوصف طبيعة الحدث واللي حصل على الأرض النهاردة. صعب قوي مهما تختار من كلام يعبر عن بشاعة اللي تم، الحادث الإرهابي الخسيس الجبان اللي ضرب الأبرياء النهاردة، ولا بقى قصة مسلمين ولا مسيحيين ولا النغمة اللي احنا طبعا متعودين عليها الفترة اللي فاتت والحوادث اللي بتستهدف كل المصريين، لكن طبعا بنختص اخواتنا الاقباط يعني اشقائنا في الوطن استهدافهم بشكل مباشر في الفتره اللي فاتت، وطبعا في كل مكان بيبرهنوا على وطنيتهم الشديده واحساسهم بالبلد. الحادث اللي حصل النهارده دخل الحزن على كل بيت مصري، التوقيت كمان صعب قوي، واحنا ساعات بنستقبل شهر رمضان الشهر الكريم اللي بيكون كريم على كل المصريين مسلمين ومسيحيين، شهر يعني كلنا بنهني بعض، كلنا يعني بيبقى فيه حاله من السعاده ومن الود ومن الـ يعني كلنا واحد. فاللي حصل النهارده واستهداف الاقباط في المنيا، طبعا في معلومات كتيره ومتضاربه وارقام وكواليس الحادث، اتوبيس واحد لا ثلاثه 28 الحصيله اكتر، لكن ايا ما كان الظروف والملابسات والكواليس وحتى لو حاله وفاه واحده واصابه واحده اكيد كلنا ضد ده. اللي حصل النهاردة بيخلي وبيأكد على أنه إحنا لازم نكون واقفين مع بعض في الحوادث اللي بتضرب مصر ومحاولة لضرب الدولة. يعني اللي بيعملوا ده بيعملوه ليه وعشان إيه؟ يعني إيه السبب وإيه الهدف؟ الحلم الحقير إن هم يهدوا الدولة ويهد مؤسساتها ويهدوا التلاحم والنسيج الواحد، ومش كلام والله العظيم للإعلام، لكن أي حد فينا حضراتكم وانتم من أول ما صحينا الصبح على الخبر الصعب ده يعني حاجة على طول تلقائية، يعني حسبي الله ونعم الوكيل منهم لله، كلنا بنقول ده اللي حصل وجع قلب كل الناس. لا احنا ناقصين ولا مستحملين، لكن ده قدرنا وقدر الدولة المصرية. التعامل مع الإرهاب بقالنا فترة طويلة وبنعمل ده نيابة عن العالم كله، وبنقول لازم يا جماعة نتصدى للإرهاب، لازم المجتمع الدولي كله يشتغل على ده، لازم نشوف مين اللي بيمول ومين اللي بيساعد والسلاح بيجي منين وهم عايزين ايه، علشان الحوادث اللي بتحصل مش بس عندنا لكن في العالم كله لازم تتوقف. اللي حصل طبعا مخلي أجهزة الدولة كلها واقفة على رجل، تصريحات من مسؤولين، بيانات من مجلس الوزراء، من فضيلة شيخ الأزهر، من فضيلة المفتي على الأرض دلوقتي في المنيا، موجود رئيس الوزراء وموجودة دكتورة غادة والي وزيرة التضامن وموجود وزير التنمية المحلية، الكل لازم يكون حاضر وإحنا محتاجين لبعض في التوقيت ده، ومحتاجين أنه يعني نلملم كده جروحنا مع بعض ونقف مع بعض ونحارب الإرهاب ونحارب أي حد عايز يضربنا ويضرب وحدتنا وينال من الشعب المصري ومن الدولة المصرية. ملناش إلا ده، ملناش إلا ده. هنشوف كل التفاصيل المؤلمة اللي حصلت النهاردة مع حضراتكم.